أعلن برنامج جدة التاريخية بالتعاون مع هيئة التراث عن اكتشاف ما يقارب من 25,000 من بقايا مواد أثرية يعود أقدمها إلى القرن الأول والثاني الهجري في 4 مواقع تاريخية، شملت مسجد عثمان بن عفان رضي الله عنه والشونة الأثري وأجزاء من الخندق الشرقي والسور الشمالي. طبعا الجميل بذكر انه كيف بنقدر بكل الطرق انه نحافظ على الاثار الوطنيه، خصوصا لما نتكلم يعني في منطقه زي منطقه جده. فبالعكس يعني الواحد دائما يشوف انه هذه الجهود اللي بتقوم بها الدوله او الجمعيات او الجهات المعنيه حتى تحافظ على هذه الاثار، لانه في الاخر هي جزء من تاريخنا ومن حياتنا ومن اثار وطننا. أكيد أنه يأتي هذا الاكتشاف ضمن مشروع الآثار اللي يشرف عليه برنامج جدة التاريخي فضيل سعي، مشروع إعادة إحياء جدة التاريخية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بهدف المحافظة على الآثار الوطنية وإبراز المواقع ذات الدلالات التاريخية والعناية فيها.